بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أحيي مكتب التربية العربي لدول مجلس التعاون الخليج العربي على استضافته لهذه الدورة، دورة المدير المعتمد، والذي فعلا أحسسنا من خلالها أننا بين أهلنا وأخواننا من جميع الدول العربية وبالذات مجلس التعاون الخليجي. مكتب التربية العربي هذا اليوم يثبت أنه استطاع أن يجمع هذه الفئات من التربويين كي يكونوا نواة مستقبلية بإذن الله تعالى، لنحقق أهداف التربية والتعليم من أجل الارتقاء بالنشأ، وأيضا للارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في كافة دولنا العربية والخليج بالذات. من هنا أحيي الجميع وأرسل باقة شكر لرئيس المكتب وجميع الطاقم التعليمي العامل في هذه المكتب، كما أوجه شكري إلى فخامة إلى خادم الحرمين الشريفين الذي حفلنا بهذه الضيافة في عهده في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأيضا أقولها كلمة لكم، حللتم إلى حضرموت سهلا بإذن الله تعالى، ندعوكم لزيارتنا وأن نقيم مثل هذه الدورات في حضرموت في اليمن بإذن الله تعالى. أوجه أيضا شكر لمؤسسة حضرموت التنمية البشرية التي بتعتذرنا لهذه الدورة. لا أطيل وأقول لكم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على هذه الاستضافة.